اهلا بيكو. هنتكلم دلوقتي في الفيديو ده عن اول فيز من الفيزز بتاعت دورة حياة المشروع، وهي الانيشاليزيشن. وخليك فاكر لما بقول اول فيز مش معناه ان هي بتتعمل وتخلص وبعدين الباقي يبتدي، وانما حياة المشروع او الفيز بتاعت حياة المشروع فيها بينها وبين بعض التداخل. الانيشاليزيشن الحقيقة المفروض بيبتدي بفكرة. الفكرة دي جاية من عند العميل. العميل هو صاحب المشروع، العميل هو صاحب الفكرة، العميل هو اللي عارف عايز يعمل ايه بالفكرة. وبالتالي انت في مرحلة الفكرة اللي هي قبل الانيشاليزيشن انت المفروض ملكش شغل. اوكي مش شغل انلس طبعا ان انت الاونر. لو الاونر يبقى انت اللي بتعمل حته الديفلوبمنت دي. غير كده انت بتجيلك الفكره جاهزه وتقول، وبعدين يتقال لك هتعمل لنا المشروع ده ازاي. فخلي بالك من الحته دي، ان انت ما يهمكش دراسه جدوى المشروع هنا، ما يهمكش انت المشروع ده هيتعمل ليه وازاي وكلام من ده. طبعا ممكن قوي يبقى البروجكت اللي جاي لك هو بروجكت دراسة جدوى مشروع، ده موضوع تاني. هنا طبعا الكلمة يمكن هتلاقي في ريفرنسز كتيرة ان بيقول لك ان جزء من الانيشاليزيشن هو إدارة جدوى، دراسة الجدوى بتاعة المشروع. وانا هنا مش بقول ان الكلام ده غلط، وانما بحب اقول لك ان المفروض انت كبروجكت مانجر شغلتك بتبتدي امتى؟ لما الكاستمر يبقى عايز ينفذ المشروع ده. يوم ما بيجي يطلب منك دراسة جدوى that's a completely independent project لوحده. ليه؟ لان عادي جدا actually الغالب هو ان انت بعد ما بتعمل feasibility study اللي هي دراسة الجدوى، بعد ما بتعمل feasibility study عادي جدا ان البروجكت ينتهي كده. ليه؟ لان it's not feasible. اوكي؟ واغلب الافكار not feasible. بالرغم انه ممكن تكون جميله لكن لما بنيجي ندرسها بتبقى ما تنفعش. فدي حاجه تانية برضو. طيب لو جاي لك الكاستمر بالفكره وجاهز وانت شايف ان الفكره دي مش فيزبل، هو درس وقال وشايف انها فيزبل وجاي لك بيقول لك انها مش فيزبل، ارجع اقول لك نمبر 1 اتس نوت اوف يور بزنس، دي مش شغلتك. هاويفر واجب النصيحه، مش كده؟ ليه؟ لما تيجي انا شايفني عايز اعمل حاجه، الحاجه دي فيها ضرر ليا او مش هتكسب زي ما انا متوقع، المفروض ان انت من باب النصيحه بتقول والله انا شايف ان كذا وكذا 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 دي ممكن تكون معوقات للمشروع ده او معوقات لتسويق المنتج بتاع المشروع ده، وتقول للعميل والله ده رايي. لو العميل اصر انت بتستمر بتشتغل شغلك، لان مش شغلك هو دراسه الجدوى. وهنا يمكن زي ما قلت لكم من شويه صغيرين، ممكن يختلف شويه معايا بعض الناس في حته البروجكت مانجمنت في نقطه دراسه الجدوى دي، لكن انا بعتبر دايما دراسه الجدوى مشروع لوحده غير المشروع اللي انت هتنفذه كبروجكت مانجر. المهم لو رجعنا للحاجات اللي بتتعمل في الانيشاليزيشن هتبص عليها من غير ما اقف عند كل واحده، هتلاقي ان كلها عباره عن انيشال بلاننج. ايه اللي هيديليفرابلز، ايه السكوب، ايه الديوريشن، ايه الاستيميتد كوست، ايه الريسورسز اللي محتاجينها وما الى ذلك. لكن كل ده معتمد على ايه؟ معتمد على ان الكاستمر جه للبروجكت مانجر بفكره عايز ينفذها، يبتدي البروجكت مانجر يعمل الدراسه المبدئيه دي للبلان والتخطيط هيبقى ازاي، ويبتدي يقول للكاستمر ايه اللي ممكن يتعمل. يبقى فاضل دلوقتي حاجه واحده في الانيشاليزيشن، وهي ان بعد ما الانيشال بلان دي تتعمل المفروض ان الكاستمر عايز يبتدي يعمل بلان. الانيشال بلان اللي انا سميتها او اللي انا حطيتها في الانيشاليزيشن دي خطه مبدئيه. عاده انت كبروجكت مانجر مش بتروح وتقول للكاستمر طب ادفع لي فلوس انا عشان اعمل لك الانيشال بلان دي. الانيشال بلان دي بتستغل فيها الريسورسز المتاحه ليك، بيكلفك فلوس، ايوه بيكلفك فلوس، بس ده جزء من الانفستمنت بتاعك في البيزنس بتاعك. وهو ايه؟ ان انت بتصرف
على creating some initial plans لغاية ما تلاقي واحدة من الانيشال بلانز دول الكاستمر بتاعها عايز ينفذها. هنا يبتدي الالتزام. عشان كده هنا تيجي اخر حتة في المشروع اللي هي الاوثرايزيشن بتاع المشروع. الاوثرايزيشن بتاع المشروع ده زي ما تقول ايه سيمبل او انيشال كونتراكت، ده المفروض عقد بينك وبين المشروع، بينك وبين الاونر او الكاستمر، بيتفقوا فيه على ان هو بقى هيبقى ملتزم قدامك بانه يغطي تكاليف ويدفع لك طبعا ارباحك ومكسبك اللي تستحقه من ان انت هتدخل في البلان. عشان كلمة هنا بلان هيبقى معناه ان انت في ريسورسز اكتر هتتوجه ناحية الخطة علشان تطلع فعلا. الخطة ممكن تحتاج بقى تهاير ناس، ممكن تحتاج تلم معلومات، ممكن تحتاج تعمل أعمال معينة تنفيذية زي مثلا جسات التربة مثلا، إنك تروح لمكتب استشاري تعمل تصميمات أو حسب نوعية المشروع اللي أنت بتشتغل فيه. فيبقى لازم هنا الكاستمر يلتزم معاك بإن هو يبقى هيغطي التكاليف دي. وبرضه أرجع وأقول لك إن لغاية ما البلان دي تخلص الكاستمر ممكن يقول لك خلاص كفاية كده انا مش مكمل. اوكي، ومن هنا انت عشان كده قسمنا البلاننج دي لوحدها وقلنا دي ممكن تبقى برضه مشروع لوحدها. انت هتعمل بلاننج للمشروع وبعدين بعد ما تخلص التفاصيل بتاعت البلان يجي الكاستمر يقول لك لا والله كده العملية مش هتنفع معايا، دي التكاليف دي زيادة او الوقت ده مش هقدر عليه او انا صرفت نظر عن الفكرة خالص. أوكي. ومن هنا ممكن تقف المشروع، عشان كده بيبقى مطلوب هنا التزام من الكسر. نقطة الالتزام دي الحقيقة طبعا الرسمي والصح هو ان انت تعمل عقد والعقد يبقى له شهود ويعمله محامي وكلام من ده، لكن احنا في مجتمعنا لازم نحط في اعتبارنا حكاية ان الناس ما بتحبش الورق. أوكي. طبعا الصح الورق مفيش فيها جدال، لكن انت لازم برضو تشوف الكاستمر اللي قدامك ده هتتعامل معاه ازاي وايه اللي يقبله وايه اللي ما يقبلوش، لان ورق ونمضي على ورق وشهود للاسف مش مقبوله قوي، او بلاش مش مقبوله، في جزء في قطاع محترم من المجتمع بتاعنا مازال بيتشكك من الورق والتوقيعات والمحامين وكلام من ده. فانت برضو لان انت عايز شغلك يمشي وعايز تعمل بيزنس بتاعك اللي مبني على البروجكت مانجمنت، يبقى انت محتاج ان انت تشوف وسائل اخرى تامن بيها نفسك، زي ان يبقى في ريفيرال للكاستمر ده، حد يضمنه، ان انت تاخد منه فلوس مقدم، ان دي الممارسات المختلفه اللي بتختلف من نوعيه مشروعات لنوعيه مشروعات تانية. المهم عند البروجكت اوثرايزيشن اللي هو بعد كده هنديله اسم تاني بروجكت شارتر، بس يعني بروجكت شارتر في حاجات مختلفه شويه، لكن الاوثرايزيشن ده هو بيتحط على وش البروجكت شارتر وهو ده كده، يبقى احنا كده ابتدينا اتفقنا وهنبتدي نشتغل. دي كده بسرعه الانيشاليزيشن فيز بتاعه البروجكت. هناخدها ونخش بقى على البلاننج اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله.